السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نقترح عليكم أربع سلطات سهلة سريعة وصحية كوجبة للمدرسة أو للطلبة أو للعمل أيضا، أو يمكن لكم تحضروها وتناولوها مع الأسرة ديالكم في البيت ديالكم. إلا عجبتكم الفكرة ما تنسوش تخليوا لي واحد لايك وانتم كتشاهدوا الفيديو، ونمروا لطريقة تحضير أول سلطة. بالنسبة للسلطة الأولى غادي تكون بحبوب القمح الصحية، فخديت واحد الكمية سلقتها في الماء الساخن مع القليل من الملح وقطرات من زيت المائدة. من بعد فاش تسلقوا صفيتهم من الماء وخليتهم يستقطروا في واحد الشبيكة، ومن بعد دخلتهم للثلاجة باش يبردوا مزيان. فاستعملت هذه الماركة بالنسبة للناس اللي تقدر تسأل إن نوع ديال حبوب القمح استعملت. تقدروا كيف ما كتشوفوا تستعملوهم في السلطة أو لطيبوهم مع الحليب أو مثلا مع مطيشة. غادي نحتاجو أيضا علبة ديال الذرة، علبة ديال الطونة، ملعقة كبيرة من المعدنوس مفروم، وغنحتاجو صلصة المايونيز المنزلية اللي سبقت وحضرتها معكم. غنحتاجو أيضا فلفل أسود وملح. كيف ما كتشوفوا خديت جميع المكونات، حبوب القمح المسلوقة مع الذرة مع الطونة مع المعدنوس المفروم وصلصة المايونيز الملح والفلفل الأسود. غادي نضيف القليل من زيت المائدة إلى جاتكم شوية ناشفة، إلى لا فاكتفيوا فقط بالزيت ديال الطون. الآن غادي نمزج هاد المكونات جيدا. سلطة كتجي رائعة ولذيذة بزاف، شخصيا أنا كتعجبني. من بعد ما مزجت هاد المكونات غادي نوضع هاد السلطة في علبة بلاستيكية محكمة الإغلاق، في حالة غادي تديوها معكم للخدمة أو لا غادي تعطيوها لوليداتكم كوجبة يديوها معهم للمدرسة، لكم الاختيار. كفكرة بسيطة غادي نقترح عليكم هي هاد العلبة هادي ديال صغيرة ديال الزجاج اللي وضعت فيها صلصة المايونيز. يمكن لكم إلا كانت عندكم أيضا ديال البلاستيك توضعوا فيها صلصة كتعجبكم. في حالة ما بغيتوش تخلطوا السلطة ديالكم من الدار حتى تبغيو تناولوها، عاد خلطوها ديك الساعة بصلصة المايونيز، لأن بعض المرات دوك حبوب القمح أو درتو مثلا سلطة ديال الروز أو ديال ليبات فكيشربو لنا هذيك الصلصة ديال المايونيز وكتنشف لينا السلطة. كتكون هذه هي السلطة رقم واحد. نمروا الآن لتحضير السلطة رقم اثنان. بالنسبة للسلطة الثانية غادي تكون بالمعجنات أو للمقارونية، استعملوا أي نوع بغيتوا من المقارونية. أيضا خديت واحد الكمية من المقارونية سلقتها في الماء مغلي مع القليل من الملح وقطرات من زيت المائدة. من بعد ما تسلقات كنصفيها من الماء، كنخليها تستقطر في شبيكة وغادي ندخلها للثلاجة باش تبرد شوية. بالنسبة لباقي المكونات غادي نحتاجو قطع ديال الطماطم الكرازية ولا طوماط سوغيز، يمكن لكم تعوضوها بطماطم العادية فقط قطعوها مربعات صغيرة. غادي نحتاجو قطع من الجبن الأحمر أو لا أي جبن كتفضلو. غادي نحتاجو قطع من شرائح لحم البقر المدخن، جامبون فيمي أو لا لدند فيمي اللي كتفضلو أو اللي كيعجبكم. غادي نحتاجو أيضا القليل من الملح، فلفل أسود، واخيرا المكون السحري اللي هو صلصة البيستو الايطالية، كتعطي للسلطة مذاق مميز ومختلف غادي تعجبكم بزاف. بالنسبة لطريقة تحضير هاد صلصة البيستو، غادي تاخدو كمية من اوراق المعدنوس فقط الاوراق مع كمية من اوراق الحبق، ملعقة كبيرة ديال القرقع، غادي تاخدو ايضا فص ديال الثوم وزيت الزيتون تقريبا واحد نص كاس، ملح وابزار، وطحنوا هاد المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تحصلوا على هاد الصلصة بهاد الشكل بهاد القوام هذا كيف ما كتشوفوا في الصورة. فنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة مع المقادير. واخا المكونات يقدروا يجيوكم شوية غرابين او لما منسجمينش، ولكن ثقوا بيا كيعطيو واحد النتيجة ومذاق رائع ومختلف، مهم كتجي زوينة بزاف. في حالة ما زعمتوش على هاد صلصة البيستو يمكن لكم تعوضوها بصلصة المايونيز او لا فقط ملح وبزار وزيت الزيتون او زيت المائدة. فانا ما بغيتش نولي ندير صلصة المايونيز فهاد السلطة الثانية باش يكون اختلاف وتميز ما بين السلطات كاملين، يعني كل سلطة غادي يكون فيها واحد لمسة خاصة.
فكيف ما كتشوفوا خديت اناء اللي غادي نوضع فيه جميع المكونات، المكرونه المسلوقه مع طماطم الكرزيه، الجبن الاحمر، ايضا اللحم المدخن مع القليل من الملح والفلفل الاسود، واخيرا صلصه البيستو. غادي نخلط هذه المكونات مع بعض جيدا. وغادي نوضعهم ايضا في علبة اخرى تكون محكمة الاغلاق. ونفس الشيء او نفس الفكرة غادي نعودها مع هاد السلطة، اللي هي غادي نعمر هاد العلبة بصلصة البيستو وغادي نرافقها مع السلطة. نتمنى تكون عجبتكم الفكرة ديال السلطة الثانية، ونمر مباشرة للسلطة الثالثة اللي غادي تكون سلطة الأرز بالخضر. غادي نحتاجو رز غلاسي مسلوق، غادي نحتاجو أيضا خزو مقطع أو الجزر مقطع مربعات صغيرة مسلوق، غادي نحتاجو بطاطس مسلوقة مقطعة إلى مربعات صغيرة، جلبانة مسلوقة أيضا، وأخيرا المكون اللي غادي يميز لنا السلطة اللي هو الحامض المصير مقطع أيضا رقيق وإلى مربعات صغيرة جدا. ففي الاصل ديال هاد السلطه كيديروا في عاوت الحامض المصير هذاك الخيار المخلل او الكورنيشو، حتى هو كيكونوا مقطعينه رقيق ومربعات صغيره، ولكن كيعطيو نفس المذاق ونفس النتيجه لانهم بحالو بحال الحامض المصير بجوجهم حامضين. فهذاك الحامض المصير او هذاك الكورنيشون اللي تيكون في فص السلطه هو اللي كيعطيها واحد المذاق زوين وميز، وكيجي كتجي لذيذه بزاف وكتجي مختلفه. نسيت ايضا كليكم ديروا ملعقه كبيره من المعدنوس مفروم. في حالة ما قديتوش على هذاك الحامض المصير او لا ما زعمتوش عليه، ممكن لكم تستغنوا عليه، فقط ديروا البطاطا مع الخيزو مع الرز، وديروا شوية ديال المليحة مع بزار وشوية ديال الزيت البلدية، راها كتجي زوينة. او عاوتاني ديروا المايونيز راها كتجي طوب. وصافي غادي نخلطوا هاد المكونات، غادي نمزجوهم مع بعض جيدا، ومن بعد غادي نوضعهم في علبة بلاستيكية تكون محكمة الإغلاق. فهذه أيضا سلطة صحية بالخضر وسهلة، يعني مكونات متوفرين تقريبا في جميع البيوت. فكنقدمها لكم بالصحة والراحة. ونمروا لآخر سلطة اللي هي السلطة الرابعة. فغادي تكون سلطة ريجيم صحية أكثر. عندي هنا الجزر مقطع طويل، عندي أيضا القرعة مقطعة طويلة، وأيضا اللفت قطعته طويل. يمكن لكم تضيفوا خضر أخرى، فهاد الخضر فورتهم في الكسكاس مع القليل من الملح والإبزار وواحد الفص ديال الثوم. والناس اللي ما كتناولش الملح ما ديرهاش. بالنسبه للتوابل يمكن لكم تخلطوها يا اما بمليحه وكمون وزيت الزيتون راها كتجي زوينه، او لا يمكن لكم ديروا الملح والابزار وزيت الزيتون والزعتر. فانا غادي نتبلها بالاقتراح الثاني، يعني غادي نسمها بالزعتر.
وكذلك غادي نودعها في علبة بلاستيكية محكمة الإغلاق، وغادي نرفق معها القليل من حبوب القمح اللي شاركت معكم في الأول، فكتبقى اختيارية. وكتكون هذه هي السلطة الأخيرة. كنقدم لكم جميع السلطات بالصحة والراحة، تمنى ينالوا إعجابكم وتجربوهم وينفعكم كذلك للخدمة أو للمدرسة حسب احتياجاتكم. فحاولت أنني نعطيكم سلطات مختلفة، كل سلطة ميزة على الأخرى بمكونات. ما تنسوش تخليوا بليا السلطة اللي عجبتكم بزاف في التعاليق، واش الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. فكيكون هذا فقط الجزء الاول ديال السلطات، مازال كاين الجزء الثاني، انا فقط قسمت الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف. فكنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنقول لكم شكرا للمتابعة. ما تنساوش تخليوا لي واحد لايك وديروا لي تعليق، تشتركوا في القناة بالنسبة للناس الجداد، وتبارتاجيو الفيديو مع أصدقائكم وحبابكم والناس اللي يقدروا يكونوا محتاجين لهاد السلطات هادو.